أسعد الله مساكم. إيش رأيكم في المكان الخرافي؟ في لها قهوة قبل الغروب بإذن الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور، ويا رب إجازة نهاية أسبوع تكون حافلة بالسعادة والوناسة، وتقابلون اللي تحبون ويعزون عليكم. وفي كم من سؤال جاني على البي ام دبليو الاكس 4 والاكس 6، وحنا نسولف احدى الاستشارات تبي تشتري من الفئات هذه، فوصلنا الى انها تاخذ الاكس 4 او الاكس 6. فهل في فرق كبير بين الاكس 4 والاكس 6؟ الشيء الاول. الشيء الثاني، السؤال واحد من الشباب القدامى يقول وش رايك في الاكس 6 الجديد الاكس 40، وهل يستحق السعر الغالي؟ طبعا من وجهة نظره. فهذه سالفتنا اليوم. اول شيء، اللي اخترع الفئه هذه اللي هو الكوب، حتى لو كانت انفينيتي ونيسان، يقولون لا احنا اللي جبنا الاف اكس، وهو اللي كان شكله كوب ومدري ايه، صار للسيارة 20 سنة ما غيرته. وفي سيارات كثير تشبهها، ولكن فعليا اللي اخترع او اللي سوى كأول واحد هي البي ام دبليو والاكس 6 في 2007-2008، وباختصار كسر الدنيا لدرجة ان كل الشركات الاخرى صارت تطلع، المرسيدس، البورشة، الأودي على استحياء، عندك حتى السيارات الصينية صاروا الآن ينافسون، يجيبوا لك المنافس للإكس 6 والإكس 4، فاثنين هما توب. طيب من الأفضل فيهم؟ اللي عنده فلوس ويقدر يصرف عليها وصيانة والأمور هذه أكيد الإكس 6، يعني والمحركات اللي تجي عليه كل واحد احلى من الثاني. عندك 8 سلندر، وعندك الام ما شاء الله 8 سلندر، وعندك الستة سلندر، كل واحد فيهم ما شاء الله احلى من الثاني. ولكن انا شخصيا افضل صراحه الثمانية سلندر للشباب، البنات ممكن الستة سلندر بيكون يعني يكفي ويوفي. الاكس 4 للي يبغى الفئه هذه ويبغى يستانس ويبغى سياره خفيفه وممتعة في القيادة إلى أبعد حد، وبسعر صراحة إنه غالي شوي، يعني إحنا نتكلم على فوق 300,000 ريال سعودي وأربعة سلندر. فاللي يبغى فعلاً يستمتع في السيارة هذه، أنا أنصحه سواء كان بنت أو ولد أو رجال إنه يأخذ الستة سلندر وفوق. طبعاً يجي أربعة سلندر وستة سلندر اللي هو الام 40 وستة سلندر اللي هو الام والام كومبيتيشن. ممكن أنا جربت الستة سلندر الام 40 الاكس 4، وجربت الاكس 3 الام كومبيتيشن اللي أخوه توأم الروح حقه، كل واحد فيهم أحلى من الثاني، ممكن تشوفوا الحلقات. الاكس 6 ام هذا عالم آخر، يعني أذكر الجيل مو بالأخير، هذا الجيل اللي قبله، يمكن قلت في الحلقة أنه ذكرني بال 458 من الجنون اللي فيه، وبعض الأصوات يعطيك صوت الفراري إيطاليا 458. طيب، يمكن في السيارتين فيه شوية اختلافات من ناحية متى نزلت. الإكس 6 سيارة جديدة توها، ما صار لها يمكن سنتين بشكل جديد، بينما الإكس 3 الإكس 4 إحنا الآن فيس ليفت. فالشخص اللي يقول أبغى سيارة شكل جديد، عندك الإكس 6 يعني يبغى له سنتين لما يصير له فيس ليفت وليس تغيير كامل، بينما الإكس 4 والإكس 3 يمكن يبيلهم أبو سنتين ويتغيرون تغير قد يكون كامل. صراحة الثنتين تحير، الواحد وده بثنتين. السؤال الآخر، ويمكن لاحظت في بعض التعليقات من بعض الشباب، يقول لك أن البي أم هي اللي اكتشفت أو اللي اخترعت الفئة هذه، ولكن الآن صار منافسين أفضل منها، سواء كان الجي ال اي من المرسيدس أو الكيو 8 من الأودي والكين الكوبي. مع احترامي لهم كلهم سيارات أحبهم، ولكن
كلهم يجون كشكل خرافي، كلهم يجون بعد الاكس 6. لو بنشوف التغييرات بين الجي ال اي الكوبي الجيل الاول والجيل الثاني تحس انها سياره ثانيه. الاودي ما انا ما اعتبره كوبي، الكيو 8 الكين الكوب تحس ان سياره ما هي مكتمله كجيل اول مش ولا بد. فما في واحد او شركه اللي جابت لك الشكل ولا غلطه الا الاكس 6. وجمال الاكس 6 او الكوب بشكل عام جمالها دائما من وراء، من قدام اغلب السيارات دائما الكوبي والسيدان والصالون دائما تتشابه من قدام. الاختلاف في الخلفيه، الاكس 6 والاكس 4 من الخلف تعتبر من اجمل السيارات اللي ممكن انك يعني تشتريها او انك تمتلكها. فهذه وجهه نظري، ما لي شغل في الوكيل، الوكيل انا اوريدي تكلمت عنه بما فيه الكفايه اللي في السعوديه، وان شاء الله انه يتحسنون للافضل. يعطيكم العافيه.